جيت لقيت في كاس هنا موجود، قلت ليش ما لعبه برضو في القناة؟ عندنا الكاس الممتازة، كاس القارات، كاس الزبدة، ادخل كاس القارات الحين. إذا تعجبكم المقاطع اللي ألعب فيها فوت درافت أونلاين، ألعب فيها مثلا كاس الحين مواسم، نبدأ من دور 16 إلين النهائي، يمكن نفوز بالكاس يمكن لا. اكتبوا لي يعني إذا تبوني أسوي حلقات أكثر من الأونلاين من ذي الأشياء الرهيبة. المهم يا عيال، خلونا ندخل على أول مباراة في الكاس الحين في دور 16. بما أني أشجع برشلونة بيكون فريقي برشلونة في ذا الكاس. ننتظر الخصم الحين. أوكي بسم الله، كالعادة نقول إذا ما في لاج إن شاء الله الأمور تمام. الفريق ألمانيا. أوكي يلا بسم الله، الله يقلع بليسكم. اوكي قدمت الحارس جاب ينقشها من فوقه. اوكي سواريز بحطها يا سواريز. اوكي صدق الله على التيكي تاكا، عاد لو ما سجلت عاد يعني في لاج يا عيال. انا ما يعجبني حتى لو اني فايز ما يعجبني يكون في لاج. وهذا الثاني شكله من دبوز ودمبيلي. اوكي استغفر الله، شفتوا هذا اللي اتكلم عنه، اللاج اللي يخرب الهجمات. ميسي الله يلي الثاني. صح عليك صح عليك، تستهبل استهبل لنقلي. اوكي صح عليك، 600 مره ضغط دائره. ميسي الله يا عيال، الخصم شوي ضايع والله جد. او هذا الثالث، اتمنى انك يعني تطلع وتسهل الموضوع لي. وين بتروح من جوردي ألبا يا ابوي؟ شوف الكوره. صح عليك جريزو. اوكي ثبت حلوه ميسي ميسي. اوكي وليو يا ساتر، طيب بيده بشيء. لا يسجل. اوكي حرام عليك تشتقي انت تطلع على جيم. اوكي دمبيلي عدي دمبي. لا يا ديونج. اوكي وليو الهاتريك من ميسي. اوكي راح عند الكاميرا سوي حركه الهاتريك يا ميسي. اوكي انسحب اخيرا، المفروض من الشوط الاول منسحب. خلصنا دور ال 16 الحين على ربع النهائي، الحين دور الثمانية. اوه فريق جوفنتوس، يلا تعال مدامك جوفنتوس يلا. اوه يا الكوره لا متسلل يا اخي ويشر لي، قلت مره الحين صايد الهجمه. اوه والله هدف، توقعته متسلل جريزمان. حتى لو تسلل هدف وش الله الله يا سواريز والله يا دمبيلي ودمبيلي الثاني يا رجل. شوف حتى كيك يعصب عليك. لا 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 كريستيانو لا. اوكي صح الحارس. ها فاول صح ايه. لا ميسي 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 يا الله. اوكي الحمد لله عدت. اللي ضدي يا عيال يلعب والله يلعب. حلوة الكورة، شوف كيف تفك الضغط. حلو. يا الوزيتو، والوزيتو الثاني. برضو يجيك اللاج وقت الهجوم، سبحان الله كل ما تقرب منطقة الجزاء يبدأ اللاج. اوكي بطلع سواريز وبدخل فاتي. والله سواريز مرة ثقيل يعني، وذا المباراة واضح انها صعبة. يحتاج مهاجم خفيف زي جريزمان هو اللي يصير ستي. سي. جريزو. اوكي. جريزمان. يا الله شوفوا كم شوت شتها على المرمى حقه، والحين بيسجل هو، انا متاكد انه بيسجل التعادل. الا عاد لو سجلت انا. اوكي جريزو يا رجل يا جاهد، يوم جاء هدف تسلل. اوكي خلاص عاد لين هنا وخلاص. هي إيه شيخ احتفل والله، لحت في اللين بكره بعد اسحق بالاحتفال واشوف اللي عاده، بس ما شايف اللي عاده يا ابويا كثر لعيبته ذا. حلوه الكوره وحلوه الكوره وجريزو. يبي لها الثالث يا عيال عشان يعني نقضي عليه مره. ما شاء الله تبارك الله، شفتوا متويدي شلون راح مع الكوره يمشي متويدي. يملك تمريرات ساحره نضره كاشف الفرصة خطرة مع جريزمان. ابلع بس الثالث يا شيخ، حسبني اني وقفت هجوم ما اقدر اسجل الثالث. وتراها مخلي الاحتفالية كاملة ومخلي الهدف كامل، وانا بشوف الاعادة كاملة انا اوريك. ايه لازم حنا، انا اسوي سكيب دائما، بس اللي بيجلس يناظر انا برضو بجلس اناظر. ايش رايك بالهدف جريزمان؟ هاتريك. اوكي دمبيلي الرابع
بسرعه 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 ميسي 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 وميسي وش ذا الشوطه يا ميسي؟ لو المرمى فاضي يستحي انا شوتها زي كذا. سلام. اوكي ديمبيلي، اوكي ديمبيلي، اوكي ديمبوز، وقف ديمبوز. لا لا عاد مسختها. فاول فاول فاول، اخر اخر لقطه بتكون في ذا المباراه ذا الفاول. ينسحب، لا تنسحب تكفى، خلينا نشوت الفاول. او تكفى لا تنسحب لا تنسحب. صح صح، شكله ضغط ستارت هو بالغلط اصلا. انسحب. لا اوكي يلا النصف النهائي الحين. ما تحس انك طولت يعني مره؟ ذا الدرجه ما في خصوم نفس مستواي، او ان مستواي مره نازل وما في احد. يا عيال لقى لقى خصم اخيرا. يلا احس اللي ضد ليفربول. والله اني داري ان ليفربول، شفتوا ليفربول، ليفربول في نصف النهائي فلان فل. اوكي قمنا الاول. اوكي دعس ميسي دعس، يقول لي الحكم ما فيها شيء. واو واو لقمنا هدفين. طيب ما تحس ان كان في فاول ورا يعني ابدا؟ ميسي ميسي عد من فان دايك واضرب الاول يا ميسي. سوري 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 اخلص يا مريض يا مريض. اوكي جريزمان ممكن احد يجي، ممكن احد يجي كذا في المنطقه او يساند. يا ليل يا ميسي ميسي اوه عليك يا ليو. يلا 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 شوفوا بلنتي بلنتي. يا ليل الليل عاد واضح الجيم ذا يرفع الضغط جد. شوف كيف والله حرام ذي بلنتي. خير يا ابوي سواريز والله العظيم لدعسك. استغفر الله يا رب يا الله استغفر الله. شباب شوف شوف ترى اشتقل اقسم بالله ما قدمته. شلون توقعون بتضيع ذا الهجمه الحين؟ خلونا نشوف. اوكي اوكي والله حرام والله الخصم يعني اللي قبل شوي كان افضل منه. شوفوا كيف ما يعرف يعطي تمريره. ميسي الثاني صح الحين. يلا يلا عطى عطى بلنتي يا عيال يا عيال. ذي انتم تستهبلون انتم. يلا تفضل ثلاث على المرمى هو بس هو سجلها كلها الثلاث. يا سواريز والله لو قابلتك يا شيخ اني لا اوطاك يا اخي. ناول يا اخي والله ضغطت اكس لحول. عجل قوم طايح في الارض ابي يلحق على الهجمه قبل ما يقوم. سواريز لو ضيعتها. الحمد لله قرر يسجل اخيرا. اطلع اطلع يا شيخ انا كنت مسجل هاتريك. اطلع الله الله بسرعه. ميسي 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 اوه اقلب النتيجه يا اللي واقلب النتيجه يا ميسي. والله انها جلاد والله العظيم جلاد ميسي. يلا يلا اطلع سواريز خلاص انتهت مهمتك. جول واسيست وضيعت 90 جول. يا الله شوفوا ايش ضاع شوفوا ايش ضاع. مشكلة سميدو سميدو ايش جابه جوا منطقة الجزاء ما تدري. يلا يا عيال يلا الخامس يا عيال الخامس يا عيال. اوكي الخامس. ميسي يا ميسي يا ميسي يا اخي ذا هو اللي شايل في البطولة والله العظيم. سوبر هاتريك الاسطورة سوبر هاتريك ميسي اقلب عليك النتيجة. قال لكم ذا اقل مستوى من اللي قبله شوي. اعطوني وقت اعطوني وقت ما عليكم الجيم يصير كويس. حركات السلك ذي ما احبها انا. اوه اليسون يا اخي يا اليسون تكفى. لا روح يا دمبوز وقف الفاتي وفاتي جول يا جريزو. طبعا ما اعرف جريزمان باحتفالياته. خلينا نشوف ايش بيسوي. انسحب الخصم ما في الا دعس ما في الا دعس. على المباراه النهائيه الحين سوينا ريمونتادا في الانفل. اوكي وعلى النهائيه الحين وش الفريق اللي بيكون ضدنا في النهايه؟ والله ما ادري. اوكي المباراه النهائيه احسها ضد السيتي ضد السيتي لا لا ضد برشلونه بعد ضد برشلونه. طبعا انا قد نزلت ترى معلومه قد نزلت نفس البطوله اذا ما شفتها راح اشوفها في قناتي وكني جبت العيد انا. اوكي جبت العيد صح؟ جبت العيد صح؟ اوكي صح 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 ما شات ما شات. اوهو يا الاسطوره عدت. ما عليه ما عليه ما عليه عدت. الله على التمريره وميسي. العيال العيال اوكي سجل هو الاول. اوكي يعني المباريات اللي قبلها انا قدرت اقلبها على الخصوم. ان شاء الله بقدر في النهايه ان شاء الله.
يا عيني يا تغييره يا ميسي. هذا التعادل، هذا التعادل. اوكي نبدا الهجمه من ورا، هجمه حلوه الصراحه. ترى انا صرت ساكت طول المباراه، ما تكلم اذا درست الهجمات عشان التركيز. حلوه. اوكي يا عيال كيف العبها؟ لعبها لجريزو، جريزو يضرب الثاني. والله سوي سكيب. شواني ها شو يسوي ذا؟ ترى سواريز 3 نجوم مهارات وواحد رشاقة عنده. بيكي انقذتني، انقذتني بيكي يا اخي. ليش جاء لاق؟ ليش ضيع الهجمة وبغى يسجل بسبه اللاق؟ اوكي بيكي ثاني مرة ينقذني، ممتاز. يا عيني يا سميدو. اوكي دمبوز يا عيال، والله تاسع مرة هوب ولا تنقبل التهويبة، ما ادري شو الوضع. يا ميسي يا اخي ميسي ذا. اوكي دمبوز 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 حطها. يا دمبيلي يا دمبيلي يا الله. بيكيه بيكيه ايش فيه؟ يا الله والله ضاعت فرصة قبل ما ينتهي الشوط، كانت تقتله. بس دمبيلي حطها في بطن تريشتيجن. بيكيه ثالث مرة ينقذني من هدف، يعني كان بيدخل. تريشتيجن صح. اوكي لا 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 بيكي رابع مرة، بيكي رابع مرة ينقذني. يا دمبوز يا رايق يا دمبيلي يا رايق يا دمبيلي. اوكي ها سلامات. ايش فيه؟ ديونج 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 شوف ايش ضيع ديونج. استهبل تشتقين، ترى ذي ما تنصد زي كذا، ذي تمسك. دمبوز على الطرف، دمبيلي على الطرف، دمبيلي على الطرف، انقطعت على الطرف. اوكي اذبح يا جريزو، اذبح يا جريزو، تناول غلط بتلقم هدف. جريزو وبوسكيت وجريزو البوسكيت ويرجع ويضرب جريزو ويضرب جريزو. مباراة يعني حلوة كانت، لازم نحتفل الصراحة. هاتريك، سوبر هاتريك جريزمان، سوبر هاتريك في النهائي. دور 16 هاتريك ميسي، دور 8 هاتريك جريزمان، نصف النهائي هاتريك ميسي والنهائي هاتريك جريزمان، جالسين يوزعون هاتريك منا وهاتريك منا، جريزمان وميسي. راح فاتي. أنا آسف يا أخوي، والله إني آسف، والله آسف. احس اني جلدت بس لا ينسحب منه بشايفين التتويج يا عيال، بينسحب منه بشايفين التتويج، لا انسحب منه بشايفين التتويج. بس زبده فزنا بالكاس، خلاص خلاص يا ابوي، ما في الا داعس. بعد شوي بيطلع لنا الجدول للداعس اللي سويته انا. البطل اوكي اكيد اكيد البطل. 4-1 على المانيا، 3-0 على جوفنتوس، 6-3 على ليفربول، والنهائي 5-1 على برشلونه. اوكي اتوقع اني قدمت مباريات حلوه، ان شاء الله انها عجبتكم. ولو تبوني انزل اشياء كثيره عند الكاس، يعني انا اخذت الحين كاس القارات، باقي انواع من الكوس لو تبغون نجرب حظنا بباقي الكوس. هذه خريطه الكاس، بس والله لعبنا كويس. يعني المباراه الاولى هاتريك ميسي، المباراه الثانيه ما في الا هاتريك جريزمان وميسي، جالسين يوزعون الهاتريك بينهم. لا تنسى تنشر القناة وتنشر ذا المقطع اذا عجبك وعجبك اللعب برضو. لو تلاحظون اليوم يعني لعبت لعب صح، طلعت كل اللعب اللي عندي. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، لا تنسى لايك والاشتراك، مع السلامة.